السلام عليكم وحياكم الله. اليوم لعشاق الملوخية لكم حلقة خاصة، تابعوا معنا وراح تاخذوا أحسن وأطيب نتيجة. طبعا عندي هي الملوخية بعد ما نقيناها وجهزناها، راح نعمل لها غسل سريع، ما راح أنقعها بالمي، غسل سريع وأجيبها. للتحضير أنا عندي 300 غرام فروج مقطع ناعم بهذا الشكل، وعندي 100 غرام دهنة مفرومة ناعم، وعندي طنجرة مي فيها لتر ونص مي، ولحط بالمي ورقتين غار. رح نزل الدهنة مع اللحمة وارفعهم على الغاز، ورشة ملح. هلأ رح أغطيها وأخليها تغلي غلوة واحدة، وهلأ بعد ما غلت عندي رح طفيها وأحمص الملوخية. لتحميص الملوخية رح حط نص كاسة زيت، 4 معالق سمنة كبيرة، وأول ما دابت عندي السمنة رح نزل راس ثوم مهروس، راس صغير هرسته ونزله، رح نزله. هلأ رح أضيف الملوخية. أنا عندي وجبة ملوخية نقيتها وغسلتها بشكل كتير منيح، وغسلتها غسلة سريعة يعني ما نقعتها بالمي. هلأ رح حركها بشكل مستمر بدون ما أوقف لبين ما يصير لون العرق عندي ذهبي. بعد ما تحمصتها بشكل كتير منيح وحمر لونها بهذا الشكل، هلا راح اضيف عليها مرق الايدام اللي طبخناه. طبعا انا استعملت الفخذ بقطع ناعمه بهذا الشكل، انا ما استعملت الصدر لاني الصدر ناشف كتير على الطبخ، فالفخذ راح يكون اطيب. هلا راح اغطيها بعد ما وزنت الملح واخليها نص على نار وسط تكون استوت معي. وهلا هيك انا استوت عندي الملوخيه. طبعا انا خليتها تقريبا ثلث ساعه ما جرت عليها بالطبخ مشان ما تهلط معي، وهي الملوخية صارت جاهزة. لطبخ الرز بدنا نطبخ رز قصير مفلفل وبكل سهولة. رح حط زيت، تقريبا كاس شاي زيت. رح نزل عليهم الشعيرية. طبعا أنا أول ما نزلت الشعيرية ولو الزيت بارد رح حركها مباشر، لأني إذا ما حركتها مباشر الشعيرية بتلزق ببعضها. كيلو رز مغسل ومنقع لمدة ساعة، رز قصير. طبعا هلا رح احركه مع الزيت، بس تحريك مو تحميص، انا بدي بس الرز يغب زيت بحيث انه ما يعجن معي، بس تحريكه سريعه. هلا رح اضيف المي، كاسه كاستين 3 كاسات 4 كاسات، ورشه ملح. هلا بنغطيها وبنستناها لبين ما تستوي. وهي هيك الرز استوى معنا، رح نشوف النتيجه. بسم الله ما شاء الله. طبعا رز مفلفل كل حبة لحال. طبعا في مسألة مهمة، أحيانا برمضان بستوي الرز قبل الإفطار بنص ساعة بساعة، فمنخلي الرز بالطنجرة. هذا الشيء غلط، لأني الرز طالما بالطنجرة وبالحرارة رح يكمل استواءه ورح يخبص معنا. فأفضل طريقة أنه فورا أنا أصب الرز، أصبه أو أحوله غير طنجرة وغطي مشان يعني يتفرغ منه الحرارة ويوقف استواءه وما يخبص معي. وهي عملنا لها رشة فلفل أسود، وهي طبختنا صارت جاهزة. وصحتين وألف هنا. وهذا الرز استوى معنا. طلعت عليك طلع بخار. عندي وجب، عندي تحضير الوصفة. أنا عندي 300 غرام من صدر الفروج، عفوا من شيش فخذ الفروج مقطع ناعم.